مدينة الرياح الصويرة تحتفي بأيام السينما المجرية، تظاهرة ثقافية استثنائية تسلط الضوء على غنى التجربة السينمائية المجرية، وتحتفي بالذكرى 65 للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والمجر. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب والمجر، ومثل هذه التظاهرات تمكن من تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ روابط الصداقة والتعاون بين البلدين. حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية تميز بعرض فيلم Bad Poems لمخرجه Gabor Rices. كما تعرف هذه التظاهرة أيضا تنظيم معارض ولقاءات سينمائية وورشات فنية لاكتشاف مختلف جوانب الفن السابع والثقافة المجرية.